بدلت فيه الامومه بزاف الحوايج. انا بديت كنحس ان عائلتي الصغيره هي اهم شيء في حياتي، وحوايج بزاف يعني اللي كنتمناها لاي احساس كنتمناها لاي امراه. كنصور حاليا مسلسل سميتو دموع ورده مع المخرج مقتدر ياسين فنان، معي مجموعه ديال الاسماء اللامعه، مجدولين، عبد السلام بوحسيني، طريق بخاري، رفيق بكر، وواحد الاسم جديد سلوى زهران اللي كتلعب الغول برينسيبال. المسلسل ان شاء الله غادي يكون في القناه الاولى وغادي يدوز في رمضان. والغيبه ديالي الناس كلهم كيعرفوا انني من بعد ما تزوجت وغادرت المغرب ومشيت كنعيش في امريكا، حبست شويه الخدمه، ولكن دابا هذه واحد 3 سنين بديت كنحاول نرجع تدريجيا عمل او عملين في السنه.